تعد العريكة من أشهر الأطباق الشعبية في منطقة عسير، وتحتوي على قيمة غذائية كبيرة تساعد على القيام بالنشاطات اليومية. نتابع. كبش بلا عظام، هكذا سميت العريكة الجنوبية لما تحتويه من قيمة غذائية كبيرة تمنح الجسم القوة على العمل. فجودة دقيق البر والسمن البلدي هما سر لذة هذه الأكلة. دقيق بر من عند الطاحون، ناخذ من يا بوني القصيم، اللي اسمها صم القصيم، يا بر نجران، يا بر الحجاز، من البر الزين نعجنه. طبعا قلت ملح من اول، ولا ملحه نعجنه، نخلي العجينه ناعمه شويه ونحطها في طاوه، في فرن، في اي شيء، تطلع عريقه نعركها ونظبطها ونصب عليها السمن. هذا المرو، هو حجر يوجد في المناطق الصخرية أو الوديان، له العديد من الاستخدامات في العلم والصناعة، وهنا يستخدم في تحضير الرضيفة التي توضع بواسط طبق العريكة، وهي رضيف لهذا الحجر. هذه زبدة، زبدة غنم أو بقر، نأخذ الحجر مع طحين نحميه ونحطه مع طحين، هذه رضيفة نهرجنا، وهذه اسمها عندنا رضيفة. يرجع تاريخ العريكة إلى عدة سنوات مضت، إلا أن أهالي المنطقة الجنوبية ظلوا يحافظون عليها كموروث شعبي يقدم كطبق رئيسي في جميع المناسبات.